شكرا سيد الرئيس المحترم. هذه مناسبة كبيرة ومهمة جدا للحضور معنا الهرم الكبير السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، فأنا كيفاش تفوتنا هذه الفرصة مرة كبيرة. والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية سيدة محترمة، والسيد الوالي المحترم اللي كنعتبروه صانع تقليدي حل الباب ديالو البيرو ديال الرئيس والسادة الأعضاء. فهذا يوم كنعتبروه يوم كبير جدا، ولنا مفخرة أن السيد وزير والسيدة كاتبة الدولة يترقصوا لنا هذه الجلسة. لكن لابد باش نتكلموا على واحد جوج ولا ثلاثة ديال النقاط، ما غاديش نتكلموا على المناطق ديالنا ديال الجهة، ولكن غادي نتكلموا على ثلاثة ديال النقاط اللي كتهم الصناعة التقليدية على المستوى الوطني. وربما السيد الوزير غادي يشاطر لي والسيدة الوزيرة غادي يقولوا لي بلي أن الإجراءات راها غادية، لكن كنلتمسوا من السيد الوزير على أن الصانع التقليدي راه كينتظر حاجة وحدة اللي هي التغطية الصحية والتقاعد. فعلا غتقول لي راه حنا كنشتغلوا، ولكن السيد الوزير كون على يقين الا ما درتوهاش في هذه الولايه ديالكم راه غادي يكون واحد التاريخ ربما الصناعه التقليديه ما استفدوها. نتمنى منكم السيد الوزير باش تعطيو واحد الاهميه كبيره للتغطيه الصحيه والتقاعد ديال الصناع التقليديين، لان عندنا حالات في الصناعه التقليديه الانسان غير كيكبر راه كيولي السيد الوزير ما نقولوهاش بهذه العباره، ولكن الظروف ديالو كتولي مزعجه. النقطة الثانية السيد الوزير هو نتمنى منكم وأنكم هيئة سياسية كبيرة أنتم وأن السيدة كاتبة الدولة وكنفتخروا بكم أنكم تديروا واحد النظام أساسي للغرف اللي هو جديد واللي يواكب هذا العصر، اللي خصكم تعطيو واحد القيمة كبيرة لهذ الغرف، لأن الغرف فعلا السيد الوزير سابقا كانت عندنا مكتسبات، ولكن تحيدت لنا مكتسبات. كنا الغرف كانوا عندنا تمثيليات في المجالس الاقليميه، كانوا عندنا تمثيليات في المجلس الجهوي، كانوا عندنا الساده المستشارين اللي كيمثلونا في البرلمان واحد العدد كبير. اليوم هو السيد البرلماني جالس حداكم كيمثل فاس مكناس وكيمثل الجهه الشرقيه، هذا حقيقه تقصينا حنا كحرفيين. هذه من جهه نتمنى منكم هذا النظام الاساسي تعطوه واحد الاهميه كبيره وبشراكه مع الرؤساء ومع الاعضاء ديال الغرف، ويكون واحد الدور ديال هذا النظام الاساسي يكون في مستوى كيواكب التطورات. شكرا سيدي. شكرا سيدي. السلطان علي الوزير، السيده كاتبه الدوله، السيد الولي، السيد المستشار، السيد نائب العمده، السيده نائب رئيس الجهه. اليوم مفخره لجهتنا بحضور السيد الوزير والسيده كاتبه الدوله. اليوم هذا خصو يتكتب بميداد من الذهب، لان هذه الجهه هذه تحتاج مزيد من الدعم، وخصوصا في ظل هذا الان في هذه الرئاسه اللي اليوم متواجده ومعها الطاقم المتواجد ديال المكتب ولا كل الاعضاء ولا العضو. حقيقه هذا العمل اللي كنقوموا به راه ما كافيش، ولكن الدعم ديال السيد الوزير والسيده كاتبه الدوله مازال محتاجين. حنا الان في ظل المعرض ديال الجد، هذه اول تجربه عندنا وتجربة اللي استحسنها الكثير من الزوار ولا كثير من المسؤولين ولا كثير من الشركاء. وقبل من هادشي كان عندنا تجربة في معرض ديال الخشب والمعادن. الجهة مازال معطاءة، الجهة ديالنا السيد الوزير السيدة كاتبة الإمام معطاءة، ومازال فيها الكثير من الدعم. لهذا كنشكركم على الحضور ديالكم، وكنشكر السيد رئيس الغرفة اللي هو انه المجموعه ديال الاعضاء ديال كاملين 82 كلهم كيشدوا على يديه بحراره وعلى يديه على قلب راشد بن واحد، وكنتمنى لكم ان مزيد من الدعم للجهه ديالنا. وشكرا. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين السيد الرئيس، السيد الوزير، السيده كاتبه الدوله، السيد الوالي ونائبه السيد رئيس الجهه. السيد الرئيس غير هي في اطار يعني التقرير الادبي واننا يعني دزنا النقطه، ولكن انا كنشير السيد الرئيس الى يعني واحد الملتمس للسيد الوزير والسيده كاتبه الدوله والسيد الوالي على واحد العنايه واحد العداله مجاليه للاقاليم نتاع الجهه كامله،
وفعلا راه كاين واحد العمل متواصل وعمل كبير، ونتمنوا انه يزيد واحد الدعم لجميع الاقاليم خاصه الاقاليم النائيه والبعيده. وشكرا السيد الرئيس. جزاك الله خير السيد المستشار الكريم في الدور الثاني الكريم. السيد الرئيس بالنسبه لنا واحد جوج تدخلات، التدخل الاول هو بالنسبه للتقرير الادبي، نتمنى منك السيد الرئيس اننا نتاجل من اجل المناقشه ديالو، لان لاحظنا السنوات الضيور ديال الكرام الحضور ديالهم، لان فيه الازدياد. نتمنى في الدور ديال اكتوبر نعاودوا نناقشوا في الموضوع ديال التقرير الادبي. بالنسبه عندي واحد الطلب، لان هذه فرصه لي انا، فرصه معوره اللي لا ما غنتكلمش هذا بالنسبه لي طلب ديال السيد الوزراء، السيد الوزير المحترم سيدي سجين والاخت المصري كتبت الاولى. فكاين واحد المسؤوليه وطنيه، انا غنهم المشكل اللي تناقشوا هذه ست سنين وكنتناقشوا، ولكن جات الظروف ما غنتناقشوش. اطلب لقاء فقط، لقاء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الوزير، السيدة كاتبة الدولة في صناعة التقليدية، السيد الولي، السيد ممثل جامعة فاس، السيدة ممثلة الجهة، السادة رجال الإعلام، إخواني الأعضاء، أخواتي العضوات، أيها الحضور الكريم، تحية طيبة. سيد الرئيس، بهذه المناسبة العظيمة لا يفوتنا القضية باش نهنيو أنفسنا ونهنيو صناع ديال مدينة فاس، وكذلك نشكر السيد الوزير والسيدة الوزيرة والسيد الوالي، وكذلك الشركاء ديالنا في هذا المعرض، لأن اليوم أنا كنعتبر اليوم مولد ماشي ديال معرض الجد، ولكن مولد ديال خمسة ولا ستة ديال المعارض قارة، اللي في الحقيقة كنا كنحلموا بهذا الشيء، ولكن اليوم أصبح حقيقة وعلى رأسهم معرض الخشب، اللي من خلال معرض الخشب جاوا هاد المعارض كاملين. في الحقيقة هذا مولود رائع ورائع، وحنا كنطلبوا من السيد الوزير والسيدة كتيبة الدولة، وكذلك السيد الوالي اللي ما تيبخلش بالمجهودات ديالو، ودائما كيتقالوا بعض الإخوان الصناع كيتواجد في مدينة فاس وكيتواجد في قصيدة فاس وساهر على الكبيرة والصغيرة باش يزيدوا يظهروا على هاد المدينة. المدينة اللي كتمتاز من عليها السيد الرئيس، المدينة اللي كتمتاز الساكنة ديالها ب 80% بصناعة تقليدية، حقا ستعطى واحد العناية خاصة. وبهنا مناسبة كنشكروا الجميع، وشكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن لم الله في قلوبكم خير أيتكم خير. السيد الرئيس كنشكرك على الفرصة اللي تحتنا، شكون عندنا واحد نعتبر دوران تواصلي مع السيد الوزير اللي كنرحبوا به في كتيبة الدولة، والسيد الوالي شكرا جزيلا للسادة العمال اللي في الحلقة المغربية للمساعدة والباب مفتوح. إخواني أخواتي المستشارات، أنا عندي واحد الملتمس للسيد الوزير، كنرحبوا به ديال المعرض الجهوي ديال التازة، وهذه مناسبة السيد الوزير باش تكون واحد التفاتة لذاك المدينة، لان في الحقيقه خصكم تطالعوا على المنتوجات ديالها، وكاين بعض المنتوجات اللي هي غاديه في الطبيعه، كاين بعض المنتوجات اللي في طريق القيراط، وبغيناكم ديروا واحد الزياره تشوفوا شنو يمكن تعمل مع هذه المدينه. وشكرا.